الان بالنسبه للتمرين 15، التمرين 15 قالوا لنا كالكولي اي سامبليفي سيليا ليو، يعني احسب وبسط الى كان ممكن. يعني هنا عطينا كذلك دي برودوي، يعني جداءات كسرين، وعندنا عمليه الضرب، يعني كسر مضروب في كسر، اذا خصنا نحسبوه وكذلك نبسطو الى كان ممكن. اذا هنا كيف ما قلت لكم عندنا 5 على 4 في 2 على 15، لان دائما كنطبقوا القاعده ديال الضرب بالنسبه للقصور. اذا عندنا البسط في البسط والمقام في المقام، لو نيميراتور فوا لو نيميراتور اي لو دينوميناتور فوا لو دينوميناتور. اذا هنايا ضربنا البسط في البسط والمقام في المقام، هنا اما غادي نخرجوا هاد الاعداد ونكتبوهم وعاد نبسطوا، يا اما كنفككوا هنايا في هاد المرحله باش اننا نسهلوا على راسنا. اللي عرف انه يبسط حتى يخرج وعاد يمكن له يبسط، اللي ما عرفش من الاحسن هنا كيفكك وعاد تيخرج. اذا هنايا 5 ما غاديش تفكك، كتبقى هكاك في. اذا هنا 8 يمكن لي نفككها، هي 4، اذا 8 هي 4 في 2. أربعة في هاد 15 يمكن لها تكتب 5 في 3، وهنا غادي نضرب على الأعداد اللي بحال بحال. أربعة أربعة غتبقى لي 2 تساوي 2 على 3. إذا هنا هاد الكسرة ولا هاد العملية هادي يمكن لي نبسطها. نشوفو العملية الأخرى، عندي 7 على 17 في 7 على 17 في 3.5 على 14. تساوي 7 في 3.5 17. اذا هاد الاعداد هادو ما عنديش كي ندير نفككهم، يعني ما كيتفكوش. 14 يمكن لي نكتبها 7 في 2، وهنا غادي نبسط بهذا العدد 7 وغادي تبقى لي النتيجه هي 3.5 على 34. الكسر الآخر 5 على 9 في 2.5 على 3 تساوي. إذا بالنسبة لهذا الكسر غادي يبان أنه ما فيهش تبسيط، لأنه ما في المقام وفي البسط ما فيهش أعداد اللي يمكن لها أنها تفكك، وبالتالي غادي يبقى هكا. هنايا 5 ما يمكنلهاش تفكك، 2.5 كذلك ما يمكنلهاش تفكك. إذا غادي يبقى لنا البسط، يبقى لنا لو برودوي او لا الجداء غيبقى هو هذاك. اذا هنا 5 في 2.5 كتعطيني 12.5، و7 في 9 في 3 هي 27. اذا هذا العدد هذا الخارج هذا ما غاديش يتبسط، يبقى هكا. عندي 45 الكسر الموالي، 45 على 21 في 28 على 30 تساوي. دائما نكتبوا العملية ديالنا ومن بعد عاد نبسطوها تساوي. إذا هنا هاد 45 يمكن لي نكتبها على شكل 5 في 9، 28 يمكن لي نكتبها على شكل 7 في 4. هاد 21 في المقام هي 7 في 3، اذا حتى هاد 9 يمكن لي نكتبها 3 في 3 لان مازال غنحتاج 3 عفوا. اذا 9 انا مسحتها وغنولي نكتبها 3 في 3، ان هاد 9 اللي لقينا كاين 5 في 9، ديك 9 وليت فككتها لاني غنحتاج 3 اخرى، هانتوما غادي تشوفوا.
وأربعة كذلك فكرتها رديتها هي اثنان في اثنان. إذن لتحت قلنا 21 نكتبها 7 في 3 في هاد 30 غادي نكتبها على شكل هي 3 في 10، وإن غندير أنا 3 وديك 10 غنفككها هي 5 في 2، باش أي عدد هنا يعني معاود في البسط وفي المقام غادي نزولو. إذن هنا عندي 3 مع 3، 3 كذلك، هادشي علاش فككت ديك 9 باش تبقى لي هنا 3 و3 زولتهم بجوج. عندي 7 مع 7، عندي 5 مع 5، وعندي 2 مع 2. إذن شنو بقى لي؟ بقات لي 2 تساوي 2. كسر آخر، 15 على 18 في 4 على 25. إذن عندي 15 على 18 في 4 على 25 تساوي 15 في 4 18 في 25. إذن هنا 15 غادي نكتبها على شكل 5 في 3 في 4، غنديرها هي 2 في 2. 18 هي 3 في 3 اللي هي 9 في 2 هي كتعني 18. 25 هي 5 في 5. إذن غنزول 3 هنا، 2 و5 غتبقى لي 2، وهنا عندي 3 في 5 هي 15. إذن 2 على 15. ستة على خمسة في 1 على 12، 6 على 5 في 1 على 12 تساوي 6 في 1 5 في 12 تساوي 6. نخليوها لأن هنا عندي 12، إذن باينة. إذن 6 في 1 5، وهنا 12 هي 6 في 2 تساوي، غادي نزول 6 وغادي تبقى لي فوق 1، ولتحت 5 في 2 هي 10. 4 في 17 على 20، 4 في 7 على 20، 4 في 17 على 20 17. إذن هنا في القاعدة قريتي أنه ملي كيكون عندي عدد مضروب في كسر دائما هذا العدد كنضربه في البسط، لانه كنحسبه انه بسط، لان هاد 4 يمكن لي نكتبها 4 على 1، فغتولي عندي 4 في البسط و1 في المقام. اذا غنكتبوها على شكل 4 في 17 على 20 تساوي، اذا هاد 4 غنخليوها لانني غنحتاجها هنا، 4 في 17 20 نكتبها هي 5 في 4، ومن بعد غادي نختزل بهاد 4 وغيبقى لي النتيجة هي 17 على 5. عندي 3 في 5 على 2 تساوي، دائما العدد كنضربه في البسط، 3 في 5 على 2 تساوي، هنا ما عنديش حاجة اللي غادي نفككها، إذن غنخرج 3 في 5 15 على 2. إذن هادوما الأعداد ديالنا اللي عطاونا هنايا نخرجوهم ونسامبليفيوهم يعني نبسطوهم. غندوزو تمرين، يعني هادو تمارين بسيطة غي ديال تطبيق القاعدة ديال الكسور، الضرب في الكسور، وغادي ندوزو لتمرين 16. أن إليف أ إكخي، هنا واحد التلميذ كتب لنا هاد العملية هادي وغادي نشوفوها شنو هي. 2 سوغ 3 فوا 5 سوغ 6 إيكال 4 سوغ 6 فوا 5 سوغ 6 إيكال 20 سوغ 6 إيكال 10 سوغ 3. إذن هاد التلميذ شنو دار؟ قالنا 2 على 3 في 5 على 6 كتساوي 4 في 6، 4 على 6 في 5 على 6 كتساوي لنا 20 على 6 تساوي 10 على 3. سيت إكخيتور إيتيل كوغيكت بوكوا؟ قالوا لنا هنا واش هاد الكتابة اللي دار، واش هاد العملية اللي دار، وهاد المراحل اللي تبع صحيحة. إذا لجيتو تشوفوا هنايا أنها ماشي صحيحة، علاش؟ أول حاجة دارها غلطة، أنه هنا شنو دار لي؟
جوج على ثلاثة ردها لي ربعة على ستة، أنه وحد المقامات. بما أنه في الضرب ما كان وحدوش المقامات، إذا ما عندوش علاش يوحد المقامات هنايا. إذا بالنسبة لعمليات الضرب في الأعداد الكسرية، القاعدة عندكم أن ما محتاجينش لتوحيد المقام. توحيد المقام كنديروه غير في الجمع والطرح وفي المقارنة اللي كنا باغيين نقارنو. إذا أول خطأ داروا أنه وحد المقام. ثاني حاجة شنو دار هنا؟ إذا ضرب لي البسط في البسط صحيح، لأن ربعة ضربها في خمسة كتساوي 20 صحيح، ولكن هنا ما ضربش المقام في المقام، احتفظ بنفس بمقام واحد بحال ديال عملية الجمع. إذا هو هنا تبع طريقة ديال الجمع. ومن بعد هنايا عاد اختزل لي، هذا الاختزال صحيح، ولكن النتيجة اللي عندي قبل من الاختزال هي اللي خاطئة. إذا هنايا ما دارش، ما تبعش طريقة صحيحة. إذا شنو غادي نقولوا؟ غنقولوا سيت اكريتور اي انكوريكت، لان قالوا لنا هذه الكتابه واش صحيحه. سيت اكريتور اي انكوريكت كار ليليف لا با ابليكي لا ريغل دو ملتيبليكاسيون. يعني التلميذ ما طبقناش لا ريغل ديال ملتيبليكاسيون، ما طبقناش القاعده ديال الضرب. شنو هي هاد لا ريغل؟ شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا لا ملتيبليكاسيون دي نيميراتور اونتر او اي دينوميناتور اونتر او. اذا شنو كتقول لنا القاعده؟ انه في الضرب كنضربوا المقامات في المقامات بعضياتهم، يعني المقام في المقام والبسط في البسط. اذا هنا هذا هو الجواب على هذا السؤال. هذا سيت اكريتور اي انكوريكت، كنكتبوا سيت اكريتور اي انكوريكت كار ليليف نا با ابليكي لا ريغل دو ملتيبليكاسيون. التمرين 17، غادي ندوزو للتمرين 17. اكريغ شاك كوسيون افيك ان دينوميناتور اونتي لو بلو بيتي بوسيبل بوي كالكولي سو كوسيون. إذن هنا عطاونا واحد الأعداد الكسرية، 11 على 5.5، 42.3 على 7.5، 9.2 على 2.05. إذن هاد الأعداد الكسرية قالوا لنا نحاول نكتبوهم بمقامات صحيحة، يعني غنزولوا هاد المقامات، نزولوا لهم الفاصلة. ولكن باش كنزولوا الفاصلة؟ أننا كنضربو في واحد العدد، كنضربو مثلا في 10 أو في 100 أو لا، باش كتزول الفاصلة. ولكن هما طلبوا منا أننا نضربو في واحد العدد اللي يعطيني أقل، يعني عدد ممكن، ما نعطيوش واحد العدد كبير، نحاولوا أننا نشوفوا العدد اللي غادي يعطينا واحد المقام، أصغر مقام ممكن ولكن يكون صحيح، ما يكونش فيه فاصلة. ومن بعد عاد نخرجوا هذا الكسر هذا، لأن كيف ما قلنا أن الكسور هي في الأصل ديالها هي قسمة. إذا باش ما قالوا لنا هنا كوسيون، كوسيون هو خارج القسمة. عندي أول عدد أ، أ تساوي عندي 11 على 5.5. إذا هنا تساوي، إذا هنا كيف ما قلت لكم باش كنزولوا الفاصلة الأعداد كنضربوا في 10 أو 100 على حسب شحال من عدد من بعد الفاصلة. لكن هنا غادي يكون عندي عدد كبير. إذا شنو هو العدد اللي غادي نضربه وغتزول لي هاد الفاصلة؟ هو 2. في 2 كذلك، فاش ما ضربت دائما باش ما تغير ليش القيمة ديال الكسر، فاش ما ضربت المقام كنضرب البسط دائما. هذه قاعدة، وإلا أنا بسطت دائما كتلاحظوا نفس العدد اللي كنزول الفوق تنزولو لتحت، اللي كنقصو من البسط كنزولو من المقام دائما. إذا هنا إلا ضربت 5.5 في 2 غتعطيني 11. إذا هنا غادي نكون تخلصت من الفاصلة، وهذا هو أصغر مقام اللي غادي نحصل عليه بالضرب في شي عدد. إذا هو 11. إذا هنا 11 في 2 غتعطيني 22. ومن بعد غادي نخرج هاد القسمة هادي 22 على 11 كتعطيني 2. كنتمنى تكونوا فهمتوا. طلبوا مني انني نزول الفصيله ولكن باقل عدد ممكن. لقيت ان 2 ملي كنضربها في هذا العدد كتزول الفصيله كتعطيني 11. اذا بي، ومن بعد خرجت منين زولت الفصيله خرجت هذا الكسر هذا، الناتج اللي طلبوا مني. اذا ندوزوا لبي، 42.3 على 7.05 تساوي. اذا هنايا كيف ما كتلاحظوا عندي 7.05، يعني عاده او لا نورمالمون الا بغينا نزولوا الفاصله لهذا العدد كنضربوه في 100، ولكن حنا ما خصناش نوصلوا حتى ل 100، قالوا لنا اقل عدد ممكن، لان جوج ارقام بعد الفاصله خصنا نضربوهم في 100 باش كتزول. ولكن اقل عدد ممكن
هو 20، في 20 إذن كذلك العدد اللي فوق نضربه في 20 تساوي، إذن هنا تخرج لي 846، والعدد اللي لتحت المقام يخرج لي 141. ومن بعد كنخرج هذه القسمة، هذا العدد كنقسمو على هذا العدد كيعطيني 6، سي تساوي 9.02 على 2.05. كذلك هنايا نفس الطريقة، إلا بغينا نزولو العدد الفاصلة غادي نضربو في 100، ولكن أصغر عدد يمكن لي نضرب فيه هو 20، في 20 تساوي 180.4 على 41. ومن بعد كنخرج القسمة ديالي كتخرج لي 4.4. إذا بالنسبة للتمرين 18، effectuez chaque division en se ramenant à une division par un nombre entier. فيريفي افيك لا كالكولاتريس. هنا عطينا واحد المجموعه ديال الاعداد العمليات القسمه، وطلبوا منا اننا نحولهم الى قسمه على عدد صحيح. اذا هنا عندي ا كتساوي 2.4 مقسومه على 0.9، هنا 2.4 مقسومه على 0.9. اذا كتعرفوا انه هذه الكتابه هذه يمكن لي نكتبها على طريقه كسر، يعني يمكن لي نكتبها 2.4 على 0.9 هكا، غير باش نسهلوا كيفاش اننا غنحولوهم الى اعداد صحيحه. كتعرفوا اننا باش نحولوا هذا المقام لعدد صحيح كنضربوا في 10 على حسب الارقام اللي من بعد الفاصله شحال. عندي هنا رقم واحد من بعد الفاصله، اذا غادي نضرب في 10 في البسط وكذلك في المقام، يعني 0.9 في 10 غادي تولي لي، هنا غنتخلص من الفاصله تولي لي 24 على 9، ومن بعد نخرجوها ونشوفوا شحال تعطينا. كتعطينا 2.67. وهنا قالوا لنا نتاكدوا بالكالكولاتريس، يعني انه واش هذه القسمه الاولى هي نفسها النتيجة ديال القسمة الأولى، هي نفسها النتيجة ديال القسمة من بعد ما زولنا الفاصلة. إذا لجينا درنا في الكالكولاتريس جوج، هانتوما إلا درنا في الكالكولاتريس 2.4 مقسومة على 0.9 كتعطيني نفس النتيجة 2.67، 24 مقسومة على 9 نفس النتيجة. هذا كيعني أنني إلا ضربت في نفس العدد في المقام وفي البسط ما كيتغير لي حتى شي حاجة، أولا في القسمة إلا ضربت نفس العدد في المقسوم والمقسوم عليه ما كيتغير ليش النتيجة. ننبي تساوي نفس الطريقة غادي نخرجوا بها العمليات الأخرين، بي تساوي 8 مقسومة على 1.6، يعني 8 8 ديفيزي باغ 1.6 إيكال، إذا غادي نردوها كسر 1.6 وغنضربو في 10 في 10 تساوي، هنا 8 في 10 هي 80، وهنا غنتخلصو من الفاصلة تولي لي على 16 غتعطيني النتيجة هي 5. سي تساوي 1.375 ديفيزي باغ 1.1، هنا 1.375 مقسوم على 1.1، إذا نفس الحاجة نكتبوها على شكل كسر 1.1. وهنا عندي اللي كيهمني هما المقام، غنضربو في 10 لان عندي رقم واحد في الفاصله، وهنا غنضرب في 10 كذلك، وغادي تولي لي هنا غادي الفاصله ديالي غتحرك مره واحده، غادي ترجع لي 13.75 على 11، هنا غتزول لي الفاصله غتزول كتخرج 1.25. دي دي هي 3 تساوي
3.78 مقسومة على 2.52. إذن هنا 3.78 2.52. إذن هنا عندي جوج أرقام بعد الفاصلة، إذن غادي نضرب في 100. هنا كذلك غنضرب في 100. إذن هنا غترجع لي غنتخلص من الفاصلة لأن عندي جوج أرقام، كذلك غنتخلص من الفاصلة تولي 378، وهنا 252 تساوي. إذن النتيجة لا تتغير. وندوزو، هذا هو التمرين رقم 18، وندوزو للتمرين رقم 19 وآخر تمرين في لي زيكزيرسيس دو رونفورسمون. عطاوني هذا الجدول، الجدول فيه أ و بي، وعطيني هاد الخانات كاينين اللي فيهم أعداد وكاينين اللي فارغين. إذا هنا عندي مثلا أ كتساوي لي 7/25، بي كتساوي لي 4/25، وهنا عطيني أ زائد بي. إذا هنا غادي ناخد هاد أ زائد بي، غنعوضها بهاد الأرقام وغادي نخرج هنا. هنا عطيني الخارج، يعني عطيني أ زائد بي وعطيني بي وأ، خصني نقلب عليها. إذا شنو كندير دائما؟ عندي هاد الخارج أولا هاد المجموع غادي نديرو ناقص، نطرح منو بي باش تعطيني أ، يعني غندير هنا العملية الناقص. هنا عندي الزائد، زائد هنا الزائد، وهنايا الناقص. إذا هادو هما العمليات اللي غادي ندير. إذا هنا عندي المقامات موحدين، يعني عندي نفس المقامات، شنو غادي ندير؟ غادي نخرج، نحتفظ بالمقام واحد، وغادي ندير 7 زائد 4 تساوي 11/25. صافي، وهاد النتيجة هي اللي غادي نكتبوها هنايا في هاد الخانة. بالنسبة للعملية الثانية، بي تساوي 2. إذن هنا كيف ما قلت لكم عندي أ زائد بي عطاوها لي، يعني المجموع ديال هاد أ وبي عاطينه لي، وعندي بي ولكن أ هي اللي ما عنديش. إذا شنو كندير؟ كنقبض هاد المجموع وتنطرح منه بي باش نحصل على أ. إذا غندير 11/31 ناقص 4/31. إذا هذه العملية اللي غندير، 11/31 ناقص 4/31. عندي مقامات موحدين، إذا كنحتفظ بمقام واحد وكنطرح البسوط. 11 ناقص 4 كتساوي لي 7/31. إذن سي تساوي سي، كذلك عندي أ زائد بي غادي نكتبهم، 4/10/15 زائد 3/10. إذن هنا 4/15 زائد 3/10. هنا كيف ما كتلاحظوا عندي مقامات مختلفة، عندي مقامات مختلفة، كنشوف المقام الموحد شنو هو أقرب عدد ممكن أننا نوصلو له بهاد المقامات، لأنه كل واحد ماشي من المضاعفات الآخر. إذا كنشوفو واحد المقام اللي يمكن لي نوصلو ليهم بجوج هو 3، لأن 15 أقل عدد ممكن نضربو فيها هو 2. إذا هنا غندير 15 في 2، إذا تلبسط غنضربو في 2، وهنا 10 باش غنوصل 30 غنضربها في 3، يعني 3 في 3 كذلك تساوي. من هنا كنطبق القاعدة اللي قريتي وديال توحيد المقامات، 4 في 2 8، 15 في 2 هي 30، زائد 3 في 3 9، 10 في 3 30. إذا هنا وحدت المقامات، إذا غادي يبقى لي غنحتفظ بمقام واحد وغادي نجمع البسوط. 8 زائد 9 تساوي 8 زائد 9 هي 17/30. إذن دي تساوي، إذن هذه النتيجة اللي خرجت لي هنايا. نفس الطريقة غنديرو هنا، نوحدو المقامات، 9/14 زائد 2/9. إذن عندي 9/14 زائد 2/9 تساوي. إذا هنا عندي هاد المقامات ماشي من المضاعفات بعضياتهم، إذا غادي نديرو
غنضربو المقام في المقام، 14 غنضربها في 9، إذا حتى 9 غنضربها في 9، زائد 9 هنا غنضربها في 14، زائد 2 غنضربها في 14. إذا باش نوحدو هنا المقامات لأن ما عنديش واحد المشترك بيناتهم، نضرب 14 في 9 هي 126. هذا هو المقام الموحد. 9 في 9 81، وهنا 14 في 2 هي 28. غادي نحتفظ مقام واحد وغادي نجمع البصل ديالي هي 109. هنا كذلك عندي اف او تساوي عندي 5 على 6 زائد 3 على 4، عندي 5 على 6 زائد 3 على 4 تساوي، إذا نوحد المقامات، المقام موحد هو 12 لأن 6 يمكن لي نضربها في 2 تولي 12، 5 كذلك غنضربها في 2، زائد 4 نضربها في 3 باش تولي 12، 3 كذلك نضربها في 3، إذا المقام الموحد هو 12، 5 في 2 10، زائد 3 في 3 9، تساوي 19 على 12. إذا هذه اللي غادي نكتبوها هنا. العملية الأخيرة غادي نديرو الناقص لأن عندي المجموع هنا وعندي بي وخصني نبحث على أ. إذا 11 على 5 ناقص 2 على 5، 11 على 5 ناقص 2 على 5، هنا عندي المقامات موحدين، إذا الخارج هو مقام واحد كنحتفظو به، وغادي ندير 11 ناقص 2 هي 9، كتخرج لي 9 على 5. إذا هنا وقفنا عند التمرين 19، بقى لنا التمارين الباقية ديال الصفحة 29، غادي نكملهم فيديو آخر.